طبعا انا هصور لكم حاجة غريبة دلوقتي. وانا معدي ببص على عشاش الطيور، لقيت واحد من الصيادين عامل حاجة ما ترضيش ربنا خالص، حاطط جوبيا للطيور زي ما انتم شايفين. طبعا فيه فراخ صغيرة تحت امهاتهم، وهو عامل لهم الجوبيا علشان خاطر يصطاد الامهات الكبيرة عشان ياكلها. بس ماشي، احنا ما عندناش مانع من الاكل، بس يا جماعة دي دلوقتي حرام ان هو ياكل الطيور الكبيرة، الفراخ اللي تحت منها هتموت. احنا ان شاء الله هنحررهم دلوقتي، وانا والله بصور كده علشان خاطر يعني مش عشان خاطر حاجة، ده انا بحب الطيور وبعشق الطيور. وصحيح ان انا باكل الطيور وبضرب الطيور، بس مش في اوان ان هي في اوان التفريخ والتعشيش بتاعها، ما ينفعش ان هي تنضرب فيه. انا صحيح باجي اتفقدها وابص عليها وبتاع، ولكن انا ما بضربهاش، انا ببص عليها بس في الاوجات اللي هي، لان انا بحب الطيور فعشان خاطر كده باجي ابص عليها. شايفين يا جماعة الطيور اهيت في كل حتة، اهيت ادى السنقر اهيت والواق الازرق جميع الطيور. فده طبعا ما ينفعش، ده طبعا كده حرام وما يصحش. احنا هنطيرهم دلوقتي ونحط الفراخ مكانها الصغيرة، وهم ان شاء الله هيجوا تاني لأولادهم. بسم الله، بينطلق اهوت وآدى تاني اهو، كده كده هو هيجي تاني لأولاده. طبعا هطلعهم واحطهم مكانهم. دي طبعا لسه ما ينفعش انها اصلا حتى تتاكل دلوقتي، ده طيرة دهبانة بتأكل في عيالها وما فيهاش لحم انها تتاكل. تتاكل في الفترة اللي هي بعد ما تخلص التفريخ والتطليع بتاعها، بعد كده تتاكل عادي، انما دلوقتي دي ما تنفعش تتاكل الساعة دي خالص. يلا بسم الله، شايفين يا جماعة الفراخ الصغيرة اهي بالذمة دوت، حاجة ترضي ربنا. ده هو الصغير ده هو. لما يتساب، لما امه تتمسك يموت هو واخواته الصغيرين دول اهو. انا مش عارف هو ازاي بيعمل كده. طبعا دي العيش بتاعهم اهو، نسيبهم فيه وهم كده كده ابهاتهم هيجوا لكم تاني. ليه كده؟ مش مستاهله يعني. يصبر عليهم، ياكل من الفراخ اللي هي طالعه، اللي هي الفراخ اللي كبرت ياكل منها، انما الصغير ده ما يسيبه لما يكبر. عمال يموت فيهم ليه بس؟ حرام.